هلا رح ناخذ وضعيه الرامي منبطحان الارض تنزل لتحت تنبطح في مكانات. خذ كل وضعيه الرامي منبطحان. هاي الهدف، خذ ايدك على الهدف، سدد باسفل ومنتصف الهدف. الكل يأمن باروته، أمن البارود الكل. هلا رح ناخذ حركة تغيير مكان الانبطاح. خليك مكانك بشكل دائم، وقت تنبطح بمكان أمام العدو بتغير مكانك مشان العدو ما يكشف مكانك. احتمال العدو يشوفك شلون أنت انبطحت بالأرض، رح يصوب عليك بشكل مباشر. أنا لما بدي انبطح بالأرض بغير مكاني إما على اليمين أو على اليسار، وبرجع باخذ نفس الوضعية، وضعية الرامي منبطحان. رح طبق لكم أنا الوضعية وأنتم بتكرروا وراي. تبع الوضعية، أنا أخذت وضعية الرامي منبطحان فورا، غيرت مكاني، أخذت الوضعية بشكل صحيح. كتيبة أحرار سوريا أبطال الجيش الحر يقومون بتدريباتهم العسكرية اليومية. جرب عندك مقاتل أبو وليد. تفضل جرب. فورا رأسا انبطح على الأرض، رأسا انبطح على الأرض، انبطح. هلا انبطحت، ها بعدين غير وضعية تبعي، بنزل باخذ وضعية الرامي. تفضل مقاتل. تفضل. تمام، هاي الوضعية، الرامي منبطحان مع تغيير المكان.